لما بتأزم العلاقات بين الزوجين وبتوصل للطلاق مشاكل كثيرة أيضاً بتنتج عنها. رح نناقش هالموضوع اليوم مع المحامية الأستاذة ماريز دويهي. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك رانيا، مرسي. اليوم موضوعنا هو حقوق المرأة تحديداً بدعاوى الطلاق، المرأة اللي عم نحس دايماً أنه عم بيكون في شوية إجحاف بحقها، ولكن عم نعرف أنه عم تتطور الأمور شوي وحتى القوانين عم تتغير. شو الجديد اليوم؟ اليوم قسمتي لنا هيك الحلقة على كل أنواع الزواج، كل الأديان أيضا، بشو بدنا نبلش؟ أول شيء المرة مش حافة أبدا، لكن المرة بلبنان مش عم تعرف حقوقها اللي هي مزبوطة، ومنشان هيك نحن اليوم السبب نحن اليوم جينا حتى أكثر نتوسع بهالموضوع. إنه الأحوال الشخصية بلبنان بيتبع كل طايف، يعني ما عندنا إنه أحوال شخصية موحد واحد بيجمع كل الطوايف. عندنا إنه الأحوال الشخصية عند الطوائف الكاثوليكية، إنه الأحوال الشخصية عند الطوائف الأرثوذكسية، إنه الأحوال الشخصية عند المسلمين، وعندنا الزواج المدني كيفية تسجيله وحقوق المرأة، لأنه بلبنان صار عم بتسجل الزواج المدني فطبيعي يكون لها حقوق فيها كمان. وهيدي شغلة يعني منيحة، شغلة جدا إيجابية، شغلة بلشت يعني هيك على الطريق، يمكن كتير أول خطوة. صحيح، في كتير كوبليت عم بتروح على أوبروس على تركيا أو بكل الدول الأوروبية عم تجي تسجل زواجها بلبنان، وعم بيكون في مفاعيل، وحتى القاضي اللبناني عم بينظر بأمور الطلاق بلبنان ويعطيهم حكم الطلاق. استاذي عند الطوائف الكاثوليكية في يمكن عدة أنواع أيضا من الطلاق بين هلالين، بيسموه هجر أو بطلان زواج. طلاق ما في كلمة طلاق بالطوائف الكاثوليكية، في شيء اسمه هجر، في شيء اسمه بطلان زواج. الهجر هي المرحلة اللي بيصير فيها سيباراسيون بين الزوجين، يعني بتصير الحياة المشتركة بيناتهم شبه مستحيلة، الزوج بيصير كتير يعنف مرته، بيصير كمان مزعج بالنسبة لأولاده. بهالحالة إذا الزوجة ما بدها تبطل زواجها، إلا حق تتقدم بطلب هجر للمحكمة الروحية اللي بتحكم لها بهالموضوع، وبتجبر الزوج أيضا إذا في أولاد والزوجة بنفقة شهرية. وكمان شغلة كتير مهمة لازم الزوجة تعرفها، أنه إذا ظهرت من بيت الزوجة بطريقة إجبارية، الزوج مجبر أنه يأمن لها بدل مسكن لهالموضوع كمان. أكيد بدل مسكن شرعي لائق لها ولولادها كمان. بس شو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الهجر والبطلان، الهجر بدل الزواج قائم موجود، بينما البطلان الزواج نهائيا يبطل الزواج، كل شخص بيصير بيناتهم حر، بيقدر يرجع يتجوز مره ثانيه، زواج ملغى مبطل نهائيا. او لك رح بيعيدوها؟ ما بفتكر، يعني حسب بينقسموا، يعني انا زبوناتي بينقسموا نوعين، شيء بيرجع بيتجوز وشيء ما بيتجوز ابدا نهائيا. نحن ما بنتمنى هالشيء ابدا، اكيد ما بنتمنى لاي حدا. بالبطلان يمكن المعاملات هون صارت شوي معقده اكثر. بالكاثوليك عاده، يعني بكل طوائف كاثوليكية شوي صعب البطلان، لانه نحن بنعرف كسر زواج يعتبر لا يفرق بينهما الا الموت. ولكن الامور تغيرت مؤخرا، خصوصي بعد ما دخل البابا بنيديكتوس واوعز بتسهيل المعاملات بالمحاكم الروحيه الكاثوليكيه، بس طبعا في بروسيدور طويله بدها تمرق فيها. في حال انحكم بالبطلان للزوجه على مسؤوليه الزوج، كمان لها حق بالمطالبه بتعويض بسبب بطلان هالزواج، واكيد الحراسه اذا كان الولد تحت 12 سنه اجمالا دائما مع الام، لانه اكيد الام عندها اهميه كثير كبيره على الصعيد النفسي والجسدي للولد. بس اكيد ما بدنا ننسى حق البي بمشاهده واصطحاب الولد باخر الاسبوع، بياخده او بيشوفه او بينام عنده الولد وبيجي عند امه. نعم، ليس احد. استاذه قلتي لي انه ما في اجحاف ولكن المراه ما عم تعرف حقوقها، شو اللي عم بيصير على الارض لحتى هالسيدات عم بحسوا حالهم مظلومين بمحل معين؟ هل هو النفقه؟ هل هو انه الازواج ما عم يقبلوا بالقانون انه يعطوني؟ الطلاق بطبيعته يعني في صعوبه، يعني المراه لما بتكون بكات طلاق بتكون بوضع نفسي كثير تعبان، يمكن بيكون عندها شويه حاله عدم ادراك او جهل لحقها او للامور اللي القانون بيعطيها اياها، بس مفروض يكون عندها بلان استشاره قانونيه، بس يصير معها المشكل تستشير محامي هو بيدلها على الامور. هلا بطبيعه الحال اول شهرين ثلاثه الوضع رح يكون شوي صعب، ولكن مع الوقت بتعود، بتعرف شو حقوقها، شو حقوق اولادها. وبدنا نذكر كمان انه المرأة عليها واجبات كثير، السلوك الحسن شغله كثير مهمه، لانه الامراه الشاذه يعني هي اللي تركت بيتها او اللي عندها سلوك مش مزبوط ممكن تخسر حضانه اولادها. يعني هيدا السؤال اللي بيطرح نفسه لما حكينا انه عن الحقوق اللي رح يعطيها اياها الزوج. صحيح. ان كانت فلت من البيت بارادها او حتى مكرهه، يعني مكرهه صحيح، انما يمكن في اوضاع معينه ما بي
ينعطى لها شيء. طبيعي يعني المرأة ما بده يكون سلوكها سيء وتركت أولادها وفلت هي مثلا مع عشيقة أو خيانة أو زنا أو خيانة كبرى أو عندها مثلا تعاطي مخدرات أو كحول أو أي شيء، هيدا شيء بأثر سلبا كمان على أولادها، فبتنحرم من الحضانة والحراسة بهيك حالة. بس طبعا الولد له حق على بيه شو ما كانت الظروف. نعم. لحد ما يوصل لسن الرشد يصير قادر إنه يشتغل ويطلع مصاري. نحن رح نفصل أيضا باقي أنواع الطلاق، ولكن رح نتوقف مع بريك قصير، بنرجع بنحكي عن الطوائف الأرثوذكسية المسلمين والمدني. الأرثوذكس والكاثوليك بيشبهوا بعضهم. الأرثوذكس والكاثوليك بيختلفوا كتير صراحة، يعني ما في شيء اسمه بطلان كتير، في فسخ وطلاق بالأرثوذكس عكس الكاثوليك، نرجع لكن رح نفصلهم بعد هالوقفة. نتابع بموضوعنا حقوق المرأة بالطلاق مع المحامية الأستاذة ماريزة دويهي، حضرتك محامية بالاستئناف ومستشارة قانونية بقضايا الطلاق. قد ايه عم بتشوفي اشياء وقد ايه عم بتفوتي بمشاكل يا أستاذة؟ نحن بنعرف انه عم بتكون الأوضاع مش كتير سهلة، ويمكن بلبنان بعد الذهنية مش كتير عم يتقبلوها الأشخاص، حتى الزوجين يعني عم بيكون في مواجهات كتير عنيفة بيناتهم. صراحة في دعاوى بيكون فيها كتير يعني كونتاكت بشكل مش مقبول، حتى بصير عائلتين ضد عائلتين، يعني ما بتضل بس زوج ضد زوجي. طلاقنا عم زايد كتير للأسف، ما بعرف لشو، يعني كل مرة أنا بيقولوا لي شو الأسباب. كل ملف له حيثياته، كل ملف له وضعه الشخصي، يعني كل كليان. بس طبيعي يعني أنا دايما بدعي حتى زبونات اللي بيجوا لعندي إنه قد ما فيها الأمور تكون سهلة وحبية لمصلحة الأولاد، لأنه الولد اللي أهله مطلقين كتير بيعاني نفسيا. صح، يعني نحن دايما بنقول لو شو ما بده يكون، ولكن تكون الأمور بطريقة سلمية بطريقة حضارية لمصلحة العائلة، يعني هالعائلة اللي بالفعل ما مفروض أي شيء يهزها. بدي ذكر المشاهدين أنه بيقدروا يتصلوا على الهواء يطرحوا أي سؤال لأستاذة ماريز دويهي له علاقة بالطلاق، بحقوق المرأة أو الرجل أيضا بمعاملات الطلاق. أستاذة طبعا في كتير ناس يمكن عندهم مشاكل أو ما بيقدروا يلاقوا محامي، أو يعني بتعرف مشكلة النفقات قد ايه كبيرة، فإذا بحبوا يطرحوا عليك أي سؤال. منوصل عند الطوائف الأرثوذكسية اللي قلتي لي أنه هي كتير مختلفة عن طوائف كاثوليكية. صحيح، الطوائف الأرثوذكسية بيجمع فرتشي بالطوائف الكاثوليكية موضوع الهجر، ولكن بالبطلان تختلف كتير. بالطوائف الأرثوذكسية في شيء اسمه فسخ وطلاق، يعني هذا شيء مش موجود بالكاثوليك. بينما بالنسبة لحقوق المرأة كتير متقاربين من ناحية النفقة، من ناحية الحضانة، ولكن الحضانة على الأرثوذكس بتكون للبنت لل 15 سنة وللذكر لل 14 سنة عكس الكاثوليك لهي لل 12 سنة. بحالة فسخ الزواج في حالة كتير مهمة، هي إذا الشخصين انفصلوا لمدة 3 سنين لحق المرأة تتقدم من المحكمة الأرثوذكسية بطلب فسخ الزواج. أكيد بنعمل تحقيق بهالموضوع تعني نشوف إذا مزبوط في انفصال بين الزوجين. وطلاق الزواج هو طلاق الزوجين هو بسبب الزنا فقط، هذا مش موجود ابدا عند المحكمة الكاثوليكية، لانه الزنا ما بيعترف، يعني مش سبب لبطلان الزواج، مش سبب كافي. صحيح، يعني هالموضوع مزبوط. وحتى عدم الانجاب بالطوائف الارثوذكسيه كمان بسبب بفسخ الزواج لهالدرجه، بينما بالكاثوليك ما بيسمحوا فيها. يعني في كثير اشياء واسباب مختلفه. رح ناخذ اتصال من جوسلين ومنتابع. الو الو. وي بونجور. بونجور جوسلين، كيفك؟ اهلا تفضلي. هلا فكرت كنت عم بحضر برنامج، عندي سؤال. انا عامله سيفيل مارياج وكنت حبلي شهرين، وجوزي شحطني بدون اي سبب من البيت، بس انه مشكلتها ما بدي اتعاطى مع اهلي. انا وحبلي ما سأل عني، نهار اللي عم خلف بعث لي تبليغ طلاق، سو فوتني دي ان اي نكر ابنه، وصار يتلاعب وتطلع عملنا دي ان اي قانوني وطلع ابنه. بهذا الكا بحق له يشوف ابنه؟ جوسلين بحب اقول لك انه شغلتك هيني، لانه انت قانون مدني، زواج مدني بالاحرى. ما في شيء بيحرم البي من مشاهدة واصطحاب ابنه الا في حال واحد، اذا كان البي محكوم عليه او مسجون فقط.
لا غير. هلا بالنسبه لحقوقك للطفل، اكيد شرعيا اذا مر 9 اشهر على الحبل بطريقه قانونيه اكيد هيدا ابنه، ما في يقول انا مش ابني. وانا بنصحك ما تدخلي حدا ابدا بموضوع طلاقك، فيكي تلجئي للمحكمه وتاخدي حقوقك. هلا بنحكي عن حقوق المراه تفصيليا بالزواج المدني، مفصل لك شو الشروط وشو بيطلع عليك وشو الاسباب اللي بتخلي طلع. يعني هو الافضل انه ما يدخل اطراف كثير 100% دائما محامي كان إن كان عند المحاكم الروحية أو المحاكم الشرعية الإسلامية أو بالقانون المدني، الأفضل الشخصين يكونوا متفهمين وما حدا يتدخل بيناتهم إلا الجهة القانونية الرسمية. المرجعي يعني بالنهاية القضاء إن كان المحكمة الروحية أو الشرعية هي المخولة بأنها تصدر كل القرارات، قرار النفقة، قرار المشاهدة والاستحاب، قرار الحضانة، وقرار البطلان وفسخ الزواج والتعويض. نعم. وهون يمكن طمنتيها شوي لجسلين إنه هالحالة منا حالة صعبة وبتنحل. طبيعي، بس أنا بنصح الأمات إنه ما يكرهوا الأولاد ببيتهم، بليز هالشغلة يحيدوها، مش حلوة ولد نفسيا بسيكولوجيك ما بارلان يتربى بلا بي، خليه يشوف ابنه معلش. رح ننتقل على القانون عند المسلمين قبل ما نحكي هيك بشكل عام شوي عن حقوق صحيح. المرأة صحيح. عند المسلمين يمكن أسهل، عند المسلمين في شوي يعني بتعرف الرجل له حصة أكبر. نعم. عند المسلمين يعني في عنده شوي إرادة منفردة بالطلاق، ولكن المرأة ما اتكلت حقوقها عند المسلمين سواها الإسلام بالرجل. ولكن بموضوع الطلاق شوي صعب، يعني في حالات بس الرجل هو بحق له يطلب الطلاق. مثل شو؟ عادة الرجل بالإسلام سهل جدا طلب الطلاق. نعم. يعني من أكيد ما ميز بين السنة وبين الشيعة، في كمان كتير اختلاف بيناتهم. ولكن الزوجة الحق تلجأ للقاضي الشرعي بحال كان الزوج عم بيأثر بوجباته المعنوية المادية جسدية، وإذا كان مش عم بتردد على البيت أبدا بتروح تتشكى عند القاضي، وبهالحالة هو بيطلقها يعني الشيخ القاضي المشرف على المحاكم. يعني هي مش دعوة طلاق إنما مثل شكوى أكثر. مثل شكوى أكثر، ولكن تؤخذ بعين الأعتبار. في موضوع الخلع هذا موجود عند الطوائف السنية. نعم. المحترمة مش موجودة عند الشيعة للأسف. المرأة الحق منفرد إنها تخلع زوجها، يعني هي طالب بطلاق، ولكن هالموضوع بده ينذكر صراحة عند إتمام عقد الزواج وقتها بتزوجوا أول شيء، إنه تكون عندها هالحق واضح وصريح. أكيد حق بالمسكن الشرعي طبيعي، حق بالنفقة أيضا، ولكن في شروط بتحروا عن وضع الزوجي عن سلوكها مثل ما حكينا بموضوع التوائف الكنسية. في شوية تشابه هون نوعا ما، في شوية يعني عادة القوانين عامة أكرت بحق المرأة بالنفقة بولادها وبالبدل مسكن، هي دي سيكالكوشوز يعني بديهي طبيعي ومشترك بين كافة القوانين. والمهر؟ المهر بينقسم لشغلتين، مقدم ومؤخر. نعم. المقدم هو اللي بيندفع للعروس وقتها بيتم الزواج، المؤخر هو بيندفع للزوجة كتعويض في حال الزوج طلقها. نعم. ولكن مؤخرا خفت كتير قصة المهر نظرا للأوضاع الاقتصادية اللي عم بيمر فيها الشباب، فعم بينعقد الزواج من دون مهر. بس يعني هيدي شغلة منا إجبارية، بطلت حاليا يعني كتير إجبارية، ولكن موضوع المقدم طبيعي هو بمثابة تعويض للزوجة، يعني إذا في بطلان زواج أو طلاق أكيد بده يعطيها تعويض. هو مثل كادو يعني. إيه شو ما بيكون. شو ما بتنعطى المرة رانيا صراحة الزوجة، خصوصا إذا سلوكها جيد ومنيحة، أنا برأيي ما بيتعوض، لأنه عم بتكون هي عم بتربي دورة العائلة. مهم. يعني دورة جدا مهم بالنهاية. إيه طبعا. بالنسبة لها ولأولادها. القانون الزواج المدني، قانون الزواج المدني للأسف نحن بنعرف بعد لبنان ما فينا نعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. في كوبليت كتير جان عم بيسافروا على قبرص، على تركيا، على أوروبا، بأي بلد عم بيعقدوا زواج مدني. نعم. بس المفارقة أنه الدولة اللبنانية عم تعترف بهالزواج وعم بتسجله بدوائر النفوس عندها، وعم يمشي قانون الطلاق، وحتى القاضي اللبناني له صلاحية بالبت محكمة الأحوال الشخصية. نحن بنقدم كتير دعوة ببت القاضي اللبناني وبينزل ببت بطلاق وبلبنان وبياخد من نفسه هون وبتسجل. يعني طبيعي يعني ما يعني صراحة مش كتير فيها منطق صح. ما فيها أنا بسميها مسخرة قانونية بالفعل يعني. وعم صحيح. بتكون الحقوق حسب طبعا الكونترا هون. القاضي اللبناني بده ينظر للقانون اللي بموجبه تم الزواج. يعني مثلا القانون الإبرسي عندك المادة 73 74 75 منه بتنظم هالأمور هيدي. هلأ الزوجة واعيين أكتر بالزواج المدني إلى الحق بنصف الأملاك خلال الزواج، إلا إذا عملت سيباراسيون دو باتريموان، انفصال الذمة المالية إذا مضيت إنه أنا ما بدي شيء منك. أوكي، ولكن خلال الزواج الحق بنصف الأملاك.
نعم. الحق طبعا بالنفقة، موضوع الحضانة كمان بس استاذي النفقة اللي يحكينا عنها قديه عم بيكون مبلغها؟ يعني يمكن هذا الموضوع الجدل. النفقة بتتاخذ اولا بالنظر لوضع الزوج المادي وحاجة المرة، يعني اليوم المرة يعني اللي بتشتغل بالارقام، يعني صراحة في ارقام انا عين نحكي فيها، مثل في 200 و300 الف، يعني يمكن هذا الموضوع صحيح. اللي لازم يتغير صحيح. ومؤخرا زوجي اللي بتشتغل ولا يمكن نحكي لها النفقة لها هي مباشرة. حلو كثير، بس للاولاد. استاذه ماريزا دويها انا بدي اشكر وجودك معنا، وطبعا رح يكون لنا لقاءات لانه الموضوع قد ما مشعب يعني فينا نحكي فيه كذا مره. اهلا وسهلا فيك. ميرسي يا رانيا. مشاهدينا بريك قصير ومن بعدها بنكون مع تاني محطه لواتس اون ام تي في.